مرحبا بكم. بماذا تشعرون عندما ترون الثعابين؟ على الأرجح لا تأبهون كثيرا لأمرهم وربما تخشوهم. بالنسبة إلي يمكنني أن أتحمل رؤية الثعابين الصغيرة، ولكن هناك أفاعي أكبر كثيرا من هذه الثعابين غير الضارة. إليكم أكبر الثعابين التي عثر عليها على الإطلاق. عاشرا، الأفعى ذات الأنف المدور. عثر على هذه الأفعى السامة في شمال إفريقيا بالشرق الأوسط. يبلغ طولها 150 سنتيمترا إجمالا ووزنها حوالي 3 كيلوغرامات. تستطيع هذه الأفعى إفراز سما لا يقل سمية عن الكوبرا، لذا فانتبه حتى لا تطا قدميك على هذه الأفعى أثناء التنقل في الغابة. تاسعا، الثعبان البني الشرقي. يبلغ حجم البالغين من هذا الثعبان النحيف حوالي مترين، ويحتوي جسده على أجزاء بارزة تتدرج ألوانها من اللون البني الفاتح إلى اللون الأسود. هذا الثعبان سام للغاية، وهو يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الثعابين البرية سمية في العالم. تعتبر هذه الفصيلة من الثعابين فتاكة، ولكن لحسن الحظ تعيش فقط في استراليا وإندونيسيا. ثامنا، ثعبان لاكيسيس موتا. هو الثعبان الأكبر في أمريكا الجنوبية، يتراوح طوله بين 2.5 و3 أمتار. نادرا ما يمكن العثور على ثعبان من هذا النوع بطول 4 أمتار. يتراوح وزنه من 3 إلى 5 كيلوغرامات، ويمكن لهذا الثعبان إفراز كمية كبيرة من السم، ولكنه أقل تأثيرا بعض شيء من الثعابين السامة الأخرى. يعيش هذا الثعبان في الأماكن البعيدة من الحقول في الغابة الاستوائية، ومن النادر أن يعثر عليه. سابعا، المامبا السوداء. هو الثعبان الأكثر سمية في القارة الإفريقية. عادة ما يتخطى طول الثعبان البالغ من هذا النوع أكثر من مترين، ومن الشائع أن يبلغ طوله 3 أمتار. كما عثر على البعض مما بلغ طوله 4.5 متر. ومن الممكن اعتباره الثعبان الأسرع، حيث أنه يتحرك بسرعة 11 كيلومترا في الساعة. سادسا، البواء العاصرة. هذا الثعبان هو أول الثعابين غير السامة على هذه القائمة. يبلغ طول هذا الثعبان حوالي 4 إلى 4.5 مترا، وغالبا ما تكون الإناث أكبر حجما من الذكور. يمكنه افتراس الثدييات والطيور بحجم صغير إلى متوسط. يمكن العثور عليه في المناطق الاستوائية بشمال ووسط وجنوب أمريكا. خامسا، ملك الكوبرا. إليكم ثعبانا ضخما آخر يبلغ طوله حوالي 4 أمتار. أما أطول هذه الثعابين فقد بلغ طوله 5.85 مترا، ويعتبر أحد الثعابين الأكثر سمية في العالم. ولكن هناك ثعبان يفرز السم 180 مرة أقوى من ملك الكوبرا، وهو ثعبان التايبان الأسترالي. ينمو على مدار حياته ويعيش لمدة 30 عام. رابعا، الأصلة البرمية. يعتبر هذا الثعبان من أكبر 5 ثعابين في العالم، ويبلغ طوله 3.7 متر، ولكن أحيانا ما يبلغ طوله 5.74 مترا. يعتبر حجم الإناث أكبر من حجم الذكور. ثالثا، بايثون مولروس. يعتبر هذا الثعبان أكبر حجما من الثعابين التي ذكرناها مسبقا. قد يبلغ طوله 6 أمتار. من الممكن العثور على هذا الثعبان في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في الهند وجنوب شرق آسيا. يتغذى على الثدييات والطيور والزواحف، ومن المعروف أنه أحيانا ما يهاجم البشر. ثانيا، الأناكوندا. أعتقد أن الجميع يعرف هذا الثعبان. هو الأناكوندا العملاق. يعيش في الغابات المطيرة والأحراش بأمريكا الجنوبية. ينمو هذا الثعبان ليصل إلى أحجام تبلغ 5.6 أمتار وأوزان تبلغ 98 كيلوغراما. يتكهن البعض بأن طول الأناكوندا قد يتراوح بين 8 إلى 11.4 مترا. أولا وأخيرا، الأفعى المشبكية. عثر عليها في جنوب شرق آسيا، وتعتبر أطول الثعابين وأطول الزواحف في العالم بشكل عام، كما أنها ضمن أثقل 3 ثعابين وزنا في العالم. هذه الأفعى غير سامة، ويقول بعض العلماء أنهم كانوا قد عثروا على أفعى مشبكية يبلغ طولها 10 أمتار. وعلى الرغم من هذه التكهنات، إلا أن أطول أفعى مشبكية عثر عليها بلغ طولها 7.5 مترا. هل تخشون الثعابين؟ اترك تعليقا بذلك، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.